الرئيس السيسي يحضر كشف الهيئة للطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة ويطالبهم بالتسلح بالعلم والمعرفة. مدبولي يترأس لجنة إصدار الرخصة الذهبية ويؤكد أن ملفات الإنتاج والصناعة أمن قومية. بلينكن يؤكد استمرار واشنطن في دعم أوكرانيا عسكرياً، وشولتس يقول إن التوقف عن الحديث مع بوتين سيكون خطأً كبيراً. 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تطبيق المعايير الموضوعية والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بأكاديمية الشرطة. جاء ذلك خلال زيارة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة. وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث أكد سيادته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، آخذاً في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين. وقد دار حوار مفتوح ما بين السيد الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة. حيث أوصاهم السيد الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام، مشدداً سيادته على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، حيث وافقت اللجنة على 8 مشروعات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. خلال الاجتماع استعرض مدبولي إجراءات إصدار الرخصة الذهبية بما يسهم في سرعة الإصدار وبالبدء في تنفيذ المشروعات، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات
ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات. كما كشف أيضا رئيس الوزراء عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بمشروع تطوير منطقة الحفائر بالفسطاط ضمن مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وما يتم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، مؤكدا أن تطوير منطقة حفائر الفسطاط يأتي في إطار مشروع إحياء المنطقة التراثية وتحويلها إلى متحف مفتوح يعبر عن أقدم العواصم الإسلامية في أفريقيا. انطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني حارس الجنوب 2 والذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام في مصر بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود. تضمنت المرحلة الأولى للتدريب إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التي تستخدم حديثا في مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين. نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوي الأول لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم. تناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الخبراء المصريين والأجانب وأعضاء هيئة التمريض والمسعفين بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1933 عنصراً إجرامياً ومصرع 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وقتل ومخدرات وسرقة، وضبط معهم 905 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش وبندقية رصاص و157 بندقية آلية و141 بندقية خرطوش و30 مسدسا و575 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات
الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. تم ضبط 378 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3599 قطعة سلاح ناري بحوزة 2972 متهماً، أبرزها 2 جرينوف ورشاش و504 بندقية و328 بندقية آلية و170 مسدساً و2594 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و480 خزينة، إضافة ل5753 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 24 تشكيلاً عصابياً ضموا 76 متهماً، قاموا بارتكاب 77 حادث متنوع. كما تم ضبط 458 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 320 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 525 متهماً. كما تم إعادة 28 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,123,966 حكماً قضائياً، من بينها 8,075 حكم جناية و659,257 حكم حبس جزئي و122,844 حكماً مستأنفاً ومليون وأربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة عشر حكم غرامة ومائتان وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون حكم مخالفة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 619 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 886 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 106 أطنان. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 738 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 42 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 905 قضايا من بينها 216 قضية خبز ناقص الوزن و223 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين الجزائر بعد اختتام زيارته الرسمية التي استغرقت يومين. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وملك الأردن قد عقدا محادثات ثنائية منفردة تلاها التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن العراق ماض في طريق الديمقراطية بما يرسخ تجربته في احترام الحقوق والحريات. وخلال استقباله وفدا يمثل الجالية العراقية في الأردن، أكد الرئيس العراقي أن الحكومة عازمة ضمن برنامجها على تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بواقع العراقيين ومد جسور التواصل والتفاهم وتعزيز التقارب بين جميع العراقيين.
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الحكومة اليمنية إلى مواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار تصنيف قوات الحوثي منظمة إرهابية. خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء اليمني، دعا العليمي حكومة بلاده إلى مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف أجهزتها المعنية وحشد الموارد اللازمة من أجل استعادة مؤسسات الدولة اليمنية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب بمحو أوكرانيا من الخارطة ومحو الهوية الأوكرانية، لكنه فشل في ذلك بحسب بلينكين. أضاف بلينكين أن القوات الأوكرانية قد استعادت الكثير من الأراضي التي كانت روسيا قد سيطرت عليها، معتبرا أن الرئيس الروسي يعمل حاليا على تحويل الشتاء إلى سلاح من خلال قطع إمدادات الكهرباء وإمدادات التدفئة عن أوكرانيا، مؤكدا أنه يتم الدفع بقوة لدعم أوكرانيا من خلال التأكد من أن الأوكرانيين يحصلون على ما يحتاجون من صواريخ دفاعية وإمدادات للبنية التحتية في مجال الطاقة. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه سيكون من الخطأ الفادح التوقف تماما عن الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف شولتز أنه يجب على ألمانيا وفرنسا السعي للحوار مرة أخرى مع روسيا بصفتهما ممثلين عن دول مجموعة السبع وكدولتين في حلف الناتو. وأشار شولتز أنه تحدث هاتفيا الجمعة الماضية مع رئيس روسيا حول الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وضرورة انسحاب القوات الروسية. Dieser Krieg wird nicht mit einem Sieg des großrussischen Expansionismus enden. Putins großrussische Mission wird scheitern. Sie ist schon jetzt dramatisch gescheitert. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية التصدي لهجمات بالقرب من منطقتي لوهانسك ودونتسك. ذكرت الهيئة أن القوات الروسية قد شنت ضربات صاروخية وجوية وأكثر من 30 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان على طول خط التماس. قال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية إن 507 بلدات في 8 مناطق أوكرانية لا تزال بدون كهرباء بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارا كبيرة بشبكة الكهرباء في البلاد. وأوضح المسؤول الأوكراني أن روسيا تواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد، لافتا إلى منطقة خاركييف هي الأكثر تضررا وأن 112 من قراها معزولة. قالت مديرة المخابرات الأمريكية إن هناك توقعات باستمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضافت أن كل من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء. يبدو أن أمد الصراع في أوكرانيا سيطول وسط عمليات كر وفر وخداع استراتيجي من هنا وانسحاب وهجوم مضاد من هناك. المخابرات الأمريكية توقعت استمرار تباطؤ وتيرة القتال في الأشهر القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن كل من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء. على الجانب الروسي تقوم وحدات من الجيش بمحاولة بسط السيطرة وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في المقاومة وتلقي الدعم المادي والعسكري من الغرب في مواجهة الدب الروسي.
من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون أوكرانيون في منطقة خيرسون أنهم سيساعدون المواطنين على إخلاء أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وذلك على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وسط مخاوف من اشتداد القتال. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها بمقاطعة سومي الأوكرانية تمكنت من اعتراض قذيفة مدفعية أمريكية عيار 155 مليمتراً في مهمة وصفتها بالصعبة للغاية، حيث لا يمكن اعتراض قذائف المدفعية والهاون لصغر حجمها ولسرعتها. ووسط عدم تمكن أي من الطرفين من فرض سيطرته على الآخر، تتجه الأحداث في الأراضي الأوكرانية إلى المجهول في معركة لم يدفع ثمنها الروس والأوكرانيون فقط، وإنما بات العالم يئن تحت وطأة تداعياتها التي تخطت حدود المعارك. أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية انطلاق ثاني سفينة محملة بالقمح متوجهة إلى إحدى الدول الإفريقية، وذلك ضمن مبادرة أوكرانية لدعم الدول الفقيرة بالحبوب. أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن السفينة الثانية تحمل 30 ألف طن من القمح، لافتة إلى أنه يتم حاليا تعبئة سفينتين أخرتين من ميناء كورنومورسك، حيث ستقومان بتسليم 55 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى دول أفريقية. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام. وأكد نوفاك أن روسيا تعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق. قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن قرار تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيخفض من العوائد المالية إلى روسيا. أضاف بوريل أن وضع سقف لسعر النفط الروسي سيلعب دورا في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. قرر تحالف أوبك بلس الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية، وذلك عشية دخول عقوبات جديدة تستهدف الخام الروسي حيز التنفيذ. واتفق ممثلو الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها العشرة بقيادة روسيا على الإبقاء على المسار الذي تم إقراره في أكتوبر، والذي قضى بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية عام 2023. قال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إن الحكومة قد تستعين بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية. وفي الأسبوع الماضي أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية عن مواعيد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام. Fortunate circumstances. If you do have, say, a strike of border force, you've got to be able to make sure that there is a minimum. نشرة التاسعة تتواصل مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. المعارضة البنزولية تطالب بموعد لاستئناف الحوار مع حكومة مادورو في المكسيك. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 25 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن حربية حول تايوان. وذكر بيان للوزارة أن طائرات جيش التحرير الشعبي التي دخلت جنوب غربي تايوان تشمل طائرات مضادة للغواصات وأخرى بدون طيار. وأظهرت المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع أن الطائرات التي حلقت عبر الخط الأوسط للمضيق تشمل أربع طائرات وأربع مقاتلات متعددة الأغراض. (تصفيق)
طلبت المعارضة الفنزويلية من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تحديد موعد لاستئناف المحادثات السياسية. واجتمع وفدا الحكومة والمعارضة في نوفمبر الماضي بعد أكثر من عام من التوقف، حيث اتفقا على إنشاء صندوق من النقود الفنزويلية المجمدة. ستستخدم هذه النقود في إصلاح جزء من منظومة الكهرباء والمستشفيات والمدارس في فنزويلا، حيث يعيش على الأقل نصف السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة تحت خط الفقر. أفادت وكالة رويترز نقلا عن قائد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن أكثر من نصف قوات الجبهة انسحب من الخطوط الأمامية، وذلك بعد شهر من اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة الإثيوبية. وأضاف قائد قوات تيغراي أن القوات انتقلت على متن مركبات وسيرا على الأقدام إلى أماكن تم إعدادها لتكون معسكرات لقوات تيغراي. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعالية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. جلسة جديدة لمجلس النواب استهلها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة رسالة من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشأن الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. أشد على أيديكم لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة في دوافعها، وذلك كعصف ذهني لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال. هذا وأحال رئيس مجلس النواب أيضا قرارا جمهوريا بشأن مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وناقش المجلس تقريرا بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. قانون غاية في الأهمية في التوقيت، خاصة لأن القانون القائم اللي بنقوم عليه التعديل كان رقم 3 سنة 2005، فبنتكلم على قانون مر عليه أكتر من 17 سنة مع تطورات في الهيكل الاقتصادي الداخلي المصري، وشايفين قد إيه التحديات الاقتصادية اللي بتواجه الدولة المصرية وبتواجه العالم كله، سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا، واتجاه الدولة المصرية لتقوية دعم الاقتصاد، وده مش هيكون غير باقتصاد السوق الحر. وعشان يحصل جذب للاستثمارات سواء أجنبية أو استثمارات مصرية من مستثمرين، ده مش هيكون إلا بجهاز قادر من خلال قوانين على حماية المنافسة. العام الماضي تطور نسبة الاستحواذات والاندماجات داخل مصر بنسبة 50% يا رئيس، 50% نتج عنها 9.9 مليار دولار اندماجات واستحواذات داخل مصر عبر 233 صفقة اندماجات في 2021. كل ده كان مؤشر ان احنا محتاجين جديا ان احنا نشتغل على القانون ونطور منه لاستيعاب الاندماجات القادمه في المرحله الجايه دي، وانفتاح الدوله بالنسبه لجذب الاستثمارات الخارجيه وايضا وثيقه ملكيه الدوله. ده هيخلي ان احنا هنشوف في المرحله القادمه كثير من الاستحواذات والاندماجات. مهم قوي ان احنا نبقى منفتحين على الاستثمارات ديت، ولكن برضو نحاول نحافظ على الاقتصاد بتاعنا ونحاول نحافظ على المستهلك
وبالتالي فكرة أن يبقى في استباق في عملية الرصد وفي موافقات مسبقة هو ده اللي بيتميز به مشروع القانون النهاردة. مناقشات النواب لمواد مشروع القانون استعرضت أهدافه في تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي. كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة. وأعلن رئيس مجلس النواب استئناف مناقشة باقي مواد القانون في جلسة قادمة. وقد أجرى التلفزيون المصري لقاء مع عدد من النواب بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أكدوا أن مشروع القانون يهدف لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويشجع القطاع الخاص. قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أهم القوانين اللي بيناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي. الجهاز دور مهم جدا، وكان لابد على مجلس النواب والحكومة المصرية أن تجري التعديلات التي تمكن الجهاز من القيام بدوره. لابد أن يكون هناك استقلالية كافية للجهاز لتأدية عمله. الوضع الاقتصادي حاليا كله بيتجه نحو كبر حجم الكيانات الاقتصادية واستحواذ شركات على شركات أخرى. كان لابد من دعم الجهاز يعني منع الممارسات الاحتكارية. تعديلات مهمة جدا أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، يمكن الغرض منه زي ما احنا قلنا في الجلسة العامة هو استقرار الوضع الاقتصادي المصري، خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية. احنا قلنا أهم بقى من كمان من فلسفة التشريع أو تعديلات تشريعية، واحنا قلنا أن البرلمان ما عندوش أي مانع في إجراء أي تعديلات تشريعية من شأنها أن هي تخدم الاقتصاد المصري وتنعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري. بالنسبة للقانون، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وده طلع من سنة 2005، يعني بقاله 17 سنة. طبعا جاء في توقيت مهم جدا، خاصة أنه الدولة في توجه بأنه تشجع القطاع الخاص أنه يعني يتبوأ مكانته في النشاط الاقتصادي، وأنه خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر. والمنافسة مهمة جدا بحيث أن هي تحمي القطاع الخاص الصغير والمتوسط أنه ياخد دوره في النشاط الاقتصادي. وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. هذا وقد قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تشكيل لجنة فرعية من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لدراسة وإعادة صياغة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه. عقد حزب الشعب الجمهوري بمقر الأمانة المركزية أول اجتماع للجانه الفرعية الموازية للجان الحوار الوطنية. كان المكتب السياسي للحزب قد بادر بإصدار قرار بتشكيل لجان بالحزب موازية للجان الفرعية بالحوار الوطني وتكليفها بعقد اجتماعات مكثفة طوال الشهر الجاري، تستهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني. احنا النهاردة اول اجتماع للجان الحوار الوطني الموازية لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني، وكنا من اول الاحزاب المشاركة والداعمة وبقوة للحوار الوطني، وبدأنا اللي احنا نشتغل على المحافظات مع الشباب بيقولوا مقترحاتهم في الملفات المطروحة والمحاور المطروحة في مبادرة الحوار الوطني. مصر كلها تمتلك كل الأدوات، كل الأدوات، وهمنا أهم شيء ان احنا ندرب العامل البشري اللي هو مش بس اللي بيعمل في قطاع السياحة، محتاجين ان احنا ندعم كل الأدوات وكل القطاعات البشرية اللي بتدعم كمان قطاع السياحة. لجنة الصحة بحزب الشعب الجمهوري لديها كثير إن شاء الله في تقديمه لملف الحوار الوطني من أجل تطوير المنظومة وتحسينها عشان يقدر المواطن المصري ياخد خدمة على مستوى عالي. هنبدأ أول حوار داخلي داخل الحزب في لجان الحزب، مجتمع كل النواب وكل أعضاء الحزب وتشكيل الحزب الشعب الجمهوري، وهنبتدي هنحط أجندة
لترتيب العمل في الحوار الوطني، وهيبتدي الحزب هيشوف من ممثل ومن المقرر، ممثل صاحب الكلمة والحديث، من مقرر اللجنة، لأن احنا عندنا لجان متقسمة، وهنبتدي كيفية مشاركتنا ونتائج المشاركة. الحزب هيهتم بالمحاور الأساسية الخاصة بالتعليم اللي هو التعليم ما قبل الجامعي، ولازم ان احنا يكون في استراتيجية وندعم استراتيجية الدولة في تطوير التعليم ما قبل الجامعي، ثم التعليم الجامعي، لانه الاثنين متكاملين مع بعض. احنا هي مرحلة واحدة في الحقيقة، ولازم نبص لها كمرحلة واحدة، لان في النهاية انا بخرج خريج وبخرج عالم وبخرج مبتكر. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 10 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرى طويرات ودندرة بمحافظة قنا، وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم الخدمات لأكثر من 20,000 مستفيد. تأتي قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لدعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. تواصلت فعاليات مبادرة انت الحياة بالأخضر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يومها الرابع بقرية المعصرة في مركز ملاوي بمحافظة المنيا، بهدف تنمية الوعي والمساهمة في بناء الإنسان المصري، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة وضع فكر وبنية للإنسان على رأس أولويات الأجهزة والمؤسسات. وشاركت الهيئة العامة لتعليم الكبار مؤسسة حياة كريمة بقافلة امتحانات لمحو الأمية، كما واصلت المبادرة تنفيذ ورش العمل اليومية لتعليم الحرف للسيدات. مشروع حياة كريمة رفع القرية المصرية من مكان لمكان أخرى خالص، في حتة تانية خالص، إن إحنا حياة كريمة اهتمت بكل مجالات الحياة، صحة، تعليم، اتصالات، بريد، شباب ورياضة، طرق، توصيل غاز للمنازل، بناء منازل. فقرية المعصرة إحدى قرى ملاوي، فإحنا في المبادرة بعملنا إن إحنا كل مدارسنا فتحناها للمبادرة. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتابعها مع ميرنا إيهاب. شكرا لكما ريهام ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلنت شركة شفرن الأمريكية عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش، وقدرت الشركة احتياطيات الحقل الواقع في منطقة النرجس البحرية بنحو يقدر ب 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. وكانت شركة شفرن قد وقعت 3 اتفاقيات العام الماضي للبحث عن الغاز الطبيعي في 3 مناطق بالبحر المتوسط، تتضمن منطقة شمال سيدي براني ومنطقة نرجس البحرية ومنطقة شمال الضبع. عقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعا لمتابعة استكمال أعمال التطوير بالموانئ التابعة ومستجدات المشروعات بالمناطق الصناعية وتكملهما معا. وتطرق الاجتماع لمناقشة إنشاء شركة استثمارية تابعة للهيئة، والتي ستمثل ذراعا استثماريا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمكنها من المشاركة بحصص في مختلف مشروعاتها، خاصة مشروعات الوقود الأخضر. في سوق المال تفوق أداء مؤشر الأسهم القيادية على نظرائه بالمنطقة ليغلق مرتفعا، بينما انخفضت الأسهم السعودية والقطرية بفعل ضعف القطاعين المالية والبتروكيماوية. وأنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات محلية. وصعد رأس المال السوقية بنحو يقدر ب 23.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 913.9
مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 14078 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2668 نقطة. وصعد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3900 نقطة. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات إعادة توازن من أجل إزالة نقاط الخلل في المنافسة التي نجمت عن الإعانات الأمريكية الهائلة لخطة المناخ الكبيرة لجو بايدن. وتنص الخطة على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، خصوصا في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وحتى الهيدروجين. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى ريهام ودينا. شكرا لك مرنا. نعت القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب ناجي عبد العزيز شهود مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذي وفاته المنية صباح اليوم بعدما قدم تاريخا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء للوطن. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخلص العزاء، دعينا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببلغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير مفيد فوزي صاحب المسيرة الإعلامية الحافلة. تقدمت المتحدة للخدمة الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرة الإعلامي الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. والآن نتحول إلى أهم أنباء الرياضة في نشرة التاسعة. وعودة مرة أخرى إلى مرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لكما دينا وريهام، والآن جولة في أبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدورة ربع النهائية بمونديال قطر بعد فوزه على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور 16. وثلاثية فرنسا حملت توقيع كولربن أوليفيا جيرو وكيليان بابي بوقع هدفين، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ركلة جزاء. يلتقي المنتخب الإنجليزي الآن مع نظيره السنغالي في الدورة ثمن النهائية من كأس العالم 2022، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم المنتخب الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء. تتواصل غدا مواجهات دور 16 من كأس العالم 2022، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي غدا مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، بينما يواجه المنتخب الكرواتي نظيره الياباني. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة مراسل التلفزيون المصرية محمود شاكر. محمود، أطلعنا على الأجواء لديك خاصة مع تأهل فرنسا إلى الدورة ربع نهائية اليوم. محمود، أطلعنا على الأجواء لديك خاصة مع تأهل فرنسا إلى الدورة ربع نهائية اليوم. الدوحة تحديدا من أمام الأستاذ خليفة، إحدى أجمل وأعظم الاستادات اللي موجودة هنا في الدوحة. طبعا شفنا النهاردة استكمال مباريات دور ال 16
بتفوق كبير جدا جدا للمنتخب الفرنسي على المنتخب البولندي بنتيجة 3-1 في مباراة ولا أروع ولا أجمل للمنتخب الفرنسي، خصوصا من كيليان إمبابي الموهبة اللي الناس كلها بتتكلم عنها في كل العالم. النهاردة حطم أرقام قياسية كتيرة جدا جدا، هو لسه ما كملش 24 سنة. يكفيني أقول لك إن النهاردة إمبابي يعني حطم الرقم وأهداف ليونيل ميسي، تساوى مع ليونيل ميسي اللي بيلعب بقاله 4 أو 5 كاس عالم، وحطم أرقام كريستيانو رونالدو، وحطم أرقام مارادونا. نفس الكلام جيرو المهاجم الفرنسي النهاردة بالهدف اللي أحرزه النهاردة من أسيست لمبابي، أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي وتخطى أرقام تيري هنري الهداف التاريخي المفروض اللي كان لمنتخب فرنسا. فالنهاردة كان اليوم الكبير لتحطيم الأرقام للمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي بيثبت يوم ورا يوم أنه هو من أقوى أو يمكن يكون أبرز المرشحين بقوة لأخذ كأس العالم والحفاظ على لقبه اللي كان معاه في كأس عالم روسيا 2018. المنتخب الفرنسي قوي جدا جدا في جميع الخطوط، لم يتأثروا بغياب كريم بنزيما تماما، ولكن شفنا قوة هجومية كبيرة جدا في جيرو وعثمان ديمبلي ومبابي، وفي نص الملعب تشاوميني، منتخب كامل بشكل كبير جدا. وخلاص دلوقتي في مباراة انجلترا والسنغال، يعني مش متأكد بالضبط من النتيجة، تقريبا 1-0 للمنتخب الانجليزي. لو منتخب الانجليزي النهاردة كسب المنتخب السنغالي هنكون على مواجهة قوية جدا جدا في دور الثمانية ما بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي، كحال برضو المباراة الاخرى اللي خلاص مستعدلها وهي مباراة الارجنتين وهولندا. مباراة دور الثمانية هتبقى قوية جدا جدا. عاوز بس اقول لك على معلومة مهمة جدا، بكره هيبقى اليوم الاخير لاستاد 974 اللي بيكون موجود في منطقه راس ابو عبود في الدوحه القطريه بجانب الكورنيش. الاستاد ده بيسع ل 40,000 متفرج. الاستاد ده كله من الحاويات، هو عباره عن 974 حاويه سيتم تفكيكهم جميعا بعد مباراه غدا. المباراه هي الاخيره ليه، هو استاد عين او انشا خصوصا بكأس العالم، وآخر مباراة هتبقى ليه بكرة في آخر مباراة دور الستاشر، وبعد كده الاستاد كله هيتفك. عاد برضو في مباراة مهمة جدا جدا للمنتخب المغربي بكرة، الجماهير المغربية هنا في الدوحة هي الجماهير العربية الوحيدة اللي خلاص بقت في الدوحة بعد طبعا رحيل جماهير المنتخب السعودي بشكل كبير جدا. 98% من جماهير المنتخب السعودي للأسف بعد خروج المنتخب السعودي مشوا من الدوحة. اللي بقى موجود دلوقتي الجماهير المغربية، وكل يوم من الصبح بالليل في كل الشوارع مشغلين الأغاني المغربية الجميلة في كل الأماكن طبعا عشان مستنيين مباراة بكرة اللي هتكون صعبة جدا جدا على المنتخب المغربي أمام برضو المنتخب الأسباني اللي مرشح بقوة ان هو ياخد كأس العالم. نعم بالتأكيد كل توفيق للمنتخب المغربي غدا. محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. توج الثنائي مصطفى عسل وهانيا الحمامي بلقب بطولة هونغ كونغ المفتوحة للسكواش، وتغلبت هانيا على زميلتها نورا شربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما نجح مصطفى عسل في الفوز على لاعب دياغو إلياس لاعب بيرو بثلاثة أشواط مقابل شوطين. انتهت الجولة الرياضية، العودة إليكم مرة أخرى ريهام مدينة. شكرا ميرنا. هبط 3 رواد فضاء صينيين على الأرض على متن كبسولة العودة لسفينة الفضاء شانتشو 14، ما ينهي مهمة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الصينية. كان رواد الفضاء الثلاثة يشرفون على المرحلة النهائية من تشييد محطة الفضاء والتي اكتملت في نوفمبر، وتمثل المحطة إنجازا هائلا في برنامج الفضاء الصيني المأهول الذي بدأ قبل 3 عقود. Thank you.
雄鹰报告，洞山航天员已出舱，报告完毕。谢谢。والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة. ووقفة أخيرة مع مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكم إيهاب ودينا. والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، الإسكندرية 22-14، مطروح 22-12، بورسعيد 22-15، الإسماعيلية 24-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15، العريش 23-14، طابة 22-14، شرم الشيخ 26-18، الغردقة 27-18. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 12، أسوان 27-13، الوادي الجديد 26-8، شلاتين 27-20، وأخيرا حلايب العظمى 26 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. Thank you.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يحضر كشف الهيئة للطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة ويطالبهم بالتسلح بالعلم والمعرفة. مدبولي يترأس لجنة إصدار الرخصة الذهبية ويؤكد أن ملفات الإنتاج والصناعة أمن قومي. بلينكن يؤكد استمرار واشنطن في دعم أوكرانيا عسكريا، وشارلز يقول إن التوقف عن الحديث مع بوتين سيكون خطأ كبيرا. وصلنا إلى ختام نشرتنا التاسعة، ولكن هواء التاسعة مازال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير. ازيك يا دينا؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين ايه في البرد ده؟ الحمد لله. درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل واضح بس وسريع. الجو رائع الصبح، يعني الجو رائع. حلو قوي الصبح. برد جديد. يبقى أنا عجزت. أنا يعني بالنسبة لي الجو كان بدأ يبرد وحاجات زي كده يعني. بالليل بيبقى. يمكن غالبا عشان كنا في المدينة الصبح، فالمدينة برضو هو حبتين. أيوة. فالطيارات كفاكم الله شر التقدم في السن يا جماعة. والله حقيقي ربنا يديكم الصحة. يا رب. أشكرك يا دينا، أشكرك يا ريهام، وهستأذنكم نبدأ فقراتنا. ربنا يوفقك.